بأفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمع سجال. تستدر الدموع وما بعد قول العيون. إطلالة جميلة على مدينة فاس، مدينة العلم والعلماء، المدينة المغلة في القدم والتي جمعت مع عراقتها في القدم عراقتها في العلم. الكراسي العلمية تقليد مغربي يعود إلى قرون مضت، وقد ارتبطت هذه الكراسي على مدار التاريخ بجامع القرويين الذي خرج الملايين من الطلبة والعلماء والدعاة في مختلف العلوم. جامعة القرويين التي كان مهدها جامع القرويين تعد من أشهر الجامعات التي حرص العلماء على أخذ العلوم فيها والدفاع عنها، ولقد برز دور علماء في الدفاع عن هذا المحضن العلمي الكبير خاصة في منتصف الخمسينات من القرن الماضي. وقد ذكر المؤرخ الدكتور عبد الهادي التازي رحمه الله أن أول كرسي خصص للتدريس في جامع القرويين يرجع إلى سنة 515 من الهجرة. من أبرز ملامح التقدم العلمي عند علماء المغرب وعناية ملوكهم عبر الزمان بالعلم ونشره ما حصل في مطلع القرن السادس الهجري. أنشئ ما يسمى هنا في فاس في جامع القرويين بالكراسي العلمية. الكرسي العلمي عبارة عن كرسي حقيقة، لكنه يعد جامعة علمية كبيرة جدا يقدم العلماء فيها علوما مختلفة. وكانت الكراسي لها أماكن مختلفة في جامع القرويين، فكان الناس يرحلون إلى جامع القرويين لملازمة العلماء الذين كانوا يجلسون عند هذه الكراسي. هذا عالم يقدم الحديث، وهذا يقدم الفقه، وهذا يقدم الأصول، وهذا يقدم التفسير، وهذا يقدم الأدب. وصار للكراسي العلمية قيمة كبيرة عند العلماء. وتذكر بعض الروايات منذ هذا التاريخ المبكر أن طوائف من علماء الأندلس أخذوا يشدون الرحال إلى مدينة فاس ليتخصصوا في بعض العلوم. أقف الآن عند جامع القرويين، نقف في هذه الزقاق الضيقة المليئة بالناس لأذكر لكم ما يتعلق بشيء من تاريخ هذا الباب الجامع، فمنه ما يتعلق بالأبواب. لفت انتباهي اسم هذا الباب، اسم الباب اسمه باب سبع لوياب. جامع القرويين له 14 بابا، من هذه الباب باب هنا يسمى باب الخلوة لأن الناس يختلون منه أو يعتكفون، وهنا باب يسمى باب السبع لويات. السبع لويات يعني السبع لفات، لأن الطريق إلى الجامع يمر الإنسان فيه بسبع لفات وسبع لويات، فسموا الباب نسبة إليه. وفي عصر المرينيين والوطاسيين والسعديين تم تخصيص كثير من الأوقاف لدعم الكراسي العلمية وتطويرها، لا سيما في العهد الوطاسي والسعدي، حيث عرفت سوس في هذا العهد نجوم اللوامع في الفكر والثقافة. الشيخ عبد الله قنون رحمه الله تعالى كان من أشهر علماء المغرب، بل ومن علماء المسلمين، ممن تفطن إلى خطورة الدمج بين التعليم الديني والتعليم العام. فالدمج بينهما يعني أن يذوب التعليم الديني وأن يصير جزءا من التعليم العام، فتظهر حلاوته وما كان عليه من مستوى كبير في علمائه وطلابه. وقد حرص الغرب على النيل من الجامعات العلمية العريقة والجوامع التي كانت تقدم علوم الراسخة كالأزهر وغيرها، ورأوا أن الهجوم على هذه الجامعات ودمجها بالتعليم العام سيضعف قوتها. تفطن لذلك الشيخ عبد الله قنون رحمه الله فشن حربا ضروسا انتصر فيها عندما حاول غير واحد أن يدمج جامع القرويين أو جامعة القرويين التعليم الديني بالتعليم العام. فهذا له قدره وهذا له قدره، والخلط بينهما قضاء أحدهما على الآخر. وكان للمولى إسماعيل دور مهم في الوقف على الكراسي العلمية لا سيما بالنسبة لجامع القرويين. وفي مساجد مدينتي الرباط وسلا كانت هناك الكثير من الكراسي العلمية التي كان يصرف ريعها من الأوقاف، لا سيما تلك التي توجد في الشوارع الكبرى.
من أشهر العلماء الذين تولوا التدريس والإفتاء في هذه البقعة مدينة فاس وما حولها من المدن الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله، وهذا يعد من أشهر العلماء الذين أنجبتهم المغرب. كان آية في العلم، في الفقه، في الحديث، وفي التصوف، وفي السلوك، وفي التفسير، وفي غيرها، حتى كان محل رحلة كثير من طلاب العلم من العالم بأسره، وكانت له عناية بجمع الكتب. وليس هذا بغريب، فالشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله قبل أن يبلغ 18 عاما، وفي التحديد في سنة 1902 عين ضمن هيئة كبار العلماء الذين يتولون التدريس، وبعدها بخمس سنين صار مقدما في الإفتاء، حتى إن الملك يوسف بن حسن أراد أن يستحدث منصب شيخ الإسلام، وكاد أن ينافس عليه الشيخ عبد الحي الكتاني وهو في ريعان شبابه. وتم على هذه الحال المرضية من العناية بالحديث إلى أن توفي رحمه الله تعالى. أكاد أجزم أن أتجول في مدينة العلم فاس، وأمر في بعض الطرق الضيقة والزقاق التي كان يمر فيها بعض العلماء، أن علماء المغرب استطاعوا أن يضيفوا للأمة شيئا كثيرا لم تكن تعرفه كثير من البلاد. وكان من أهم الأشياء التي رأيتها عند علماء المغرب عنايتهم في كتابة الرحلات. من أشهر الرحالة الذين عرفهم العالم والذين خرجوا من هنا من أرض المغرب رحالة الدنيا ومن طنت برحلته الآذان وضجت من ذكرها البلدان، محمد ابن عبد الله ابن بطوطة. وبطوطة هذه عادة عند أهل المغرب أنهم يلقبون فاطمة بعدة ألقاب، من تلك الألقاب بطوطة، فبطوطة اسم لإحدى جدات رحالتنا محمد بن عبد الله الشهير بابن بطوطة، والذي ولد وتوفي في مسقط رأسه طنجة في شمال غرب المغرب. ابن بطوطة رحل أكثر من رحلة، ودون هذه الرحلة الشهيرة برحلة ابن بطوطة والتي تكلم فيها غير واحد من العلماء، لكن من أبرز بل هو أبرز من تكلم في رحلة ابن بطوطة وحققها تحقيقا علميا رصينا وأضاف للمكتبة العلمية في أدب الرحلات بل في التصنيف كله، الأستاذ الكبير والمؤرخ الجليل الدكتور عبد الوهاب التازي. كما لاقت الكراسي العلمية في العصر العلوي اهتماما كبيرا، وخاصة في عهد المولى الرشيد الذي كان له تعلق خاص بالعلم ورجاله، وكان يجالس العلماء ويمنحهم مكافآت خاصة زيادة على ما كانوا يأخذونه من مستفاد الأوقاف. من أبرز الصفات التي اتصف بها كثير من علماء المغرب أنهم كانوا يحملون قضايا الأمة. من أبرز الصفات التي اتصف بها كثير من علماء المغرب أنهم كانوا لا يضعون أيديهم في يد أعداء الأمة. ومن أبرز العلماء الذين اتصفوا بهذه الصفة شيخ علال الفاسي رحمه الله تعالى. هذا الرجل نذر نفسه لقضايا أمته منذ أن كان معلما، ونشأ نشأة إسلامية صحيحة قائمة على العلم. ولذلك لما دخل المحتل الفرنسي وأصدر الظهير البربري وتصدى له كثير من العلماء، وكان فيه تمييز بين فئات المجتمع في بلاد المغرب، عارضه الشيخ علال الفاسي وعارضه جماعة من العلماء، فسجن الشيخ علال الفاسي ثم نفي رحمه الله تعالى، وما زال مصرا على رأيه، نفي إلى أفريقيا وغيرها من الدول. كان يتنقل أحيانا بين الدول العربية والدول الأوروبية يعرف هذه البلاد بقضايا وطنه المغرب، واشترك في كثير من الأعمال والمؤتمرات للتعريف بقضاياها، وأنشأ حزب الاستقلال، وأنشأ نقابة العمال، وأنشأ أكثر من عمل وشارك في ذلك، كل هذا من أجل التعريف بقضاياه. ولما نفي الملك محمد الخامس ظل يدعو إلى إقامة ثورة جهاد ضد المستعمر الفرنسي لإعادة الملك محمد الخامس، وفعلا لما رجع الملك محمد الخامس كان من أكثر الملازمين له، وقد تولى وزارة الشؤون الإسلامية بعد وفاته. ثم كان من شأن علال الفاسي رحمه الله أن الملك حينئذ تعريفا بدوره ناقض أو خالف بعض العادات المتبعة عند الملوك في ملوك المغرب منذ زمن متقدم،
فمنذ العهد المريني كان الملك كما ذكر غير واحد من أصحاب الأحكام السلطانية وذكر ابن خلدون لا يشارك عادة في أفراح الناس وأحزانهم سواء في الداخل وفي الخارج إلا للضرورة. من أولئك علال الفاسي رحمه الله تعالى، فقد حضر الملك دفنه والصلاة عليه وعزاءه إكراما له رحمه الله، لأنه حمل الأمة فحملت الأمة وفاته وشأنه بعد وفاته رحمه الله. وهذه الحركة العلمية لم تكن محصورة في الرباط وسلا، بل كانت عامة في مدن المغرب وعواصمه. أعلم أنه فنيا لا ينبغي التصوير في مثل هذا المنظر، الثياب مبللة، لكن ماذا أصنع إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. جئت إلى تطوان هنا لأروي شيئا من تاريخها، وكان من الجزء المتعلق بتاريخ تطوان أن أقف مع سيرة أحد علماء المغرب الذين تركوا بصمة كبيرة جدا في تاريخ المغرب المعاصر. فلما جئت إلى تطوان لأحدث عن تاريخ هذا العلم الجليل، وإذا بي أصادف بهذا الخير الذي يأتي من السماء. تقي الدين الهلالي رحمه الله من أشهر العلماء الذين خلد التاريخ ذكرهم، ولهم ارتباط بهذه المدينة، مدينة تطوان، حتى وإن لم يكن من أهلها. فهو قد جاء في وقت اغتنم الفرنسيون بأنه جاء إلى هنا وأبعدوه عنها، إلا أنه استثمر وجوده هنا ليشارك في الإذاعة التي كانت تبث من برلين، ويشارك فيها الشيخ محمد أمين الحسيني رحمه الله وغيره ممن كان يخدم قضايا فلسطين وغيرها. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كان يقول: سأظل أقاتل وأعادي فرنسا حتى أموت، فإن مت جعلت عداء فرنسا إلى من جاء من بعدي. قرأت المئات بل أكثر من كتب الرحالة من العرب وغيرهم والمسلمين وغيرهم، ولم أجد غنى في المعلومات والفوائد كتلك التي كنت أجدها في الرحلات المغاربية، وهم يخرجون إلى الحجاز تارة، وإلى المشرق تارة أخرى، أو إلى أوروبا تارة ثالثة، أو حتى جنوبا إلى إفريقيا. كانوا يحرصون وهم يكتبون مشاهداتهم وملاحظاتهم، وهم يطوفون في هذه البلاد في الطرق القاصية البعيدة الوعرة، أن يدونوا ملاحظاتهم ومشاهداتهم، وأن يذكروا جوانب مهمة تعكس شخصيتهم العلمية. من الأشياء المتعلقة بالحركة العلمية في المغرب وفي تاريخ المغرب عموما ما يتعلق بالكتابة، كتابة الحروف وكتابة الأرقام. ودعوني أذكر لكم أولا ما يتعلق بالأرقام. السؤال: هل هذه الأرقام التي نكتبها نحن المشارقة هي الأرقام العربية، أم الأرقام التي يكتبها إخواننا في المغرب والتي تكتب أيضا في أوروبا هي الأرقام العربية؟ كثير من المحققين يرون أن الأرقام التي نكتبها نحن المشارقة في الأصل كانت أرقاما هندية، لأن الهنود منذ القدم كانت لهم حروف يكتبونها، طريقة في الحروف، فقدمت علينا في أيام المنصور العباسي في بغداد، واعتمدها غير واحد من العلماء في ذلك الوقت، فصارت الأرقام الهندية هي الأرقام المعتمدة في الخلافة العباسية وفي بلاد المشرق وفي غيرها. والأرقام العربية التي يكتب بها إخواننا المغاربة تسمى أيضا بالأرقام الغبارية، لأنها كانت تكتب على الغبار. ما هو الدليل على أن الأرقام التي يكتبها إخواننا المغاربة والتي يعتمدها الأوروبيون والإنجليز اليوم هي الأرقام العربية؟ يقال بأن هذا بعدد الزوايا، فمثلا رقم واحد له زاوية واحدة، رقم اثنين له زاويتان، رقم ثلاثة له ثلاث زوايا. الكتابة التي يكتبها إخواننا المغاربة، الخط المعتمد اليوم عند المغرب، يختلف عما نكتبه نحن. فمثلا حرف الفاء، حرف الفاء عبارة عن نقطة واحدة، وحرف القاف أيضا عبارة عن نقطة واحدة، هذه نقطتها فوق وهذه نقطتها تحت، وهناك اختلاف أيضا في بعض التشكيل. الخط الموجود عند إخواننا المغاربة هو الذي يعبر عنه قديما بالخط الكوفي، انتقل إلى القيروان فسمي بالخط القيروان الكوفي، ثم انتقل إلى بلاد المغرب فصارت له فنون وأشكال مختلفة، الخط الكوفي العلوي، الخط الكوفي المرابط، الخط الكوفي الموحدي، الخط الكوفي المريني، وصار معتمدا عند أهل المغرب. ولا أقولها مجاملة، ولا لأنني الآن بين فاس والرباط، أقولها حقيقة. أما الخط والأرقام الموجودة في المغرب
هي الأقرب إلى العربية فلنرجع إليهم فهذا خير لنا. بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية وثقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعاً.